مساء الخير لكل مستمعي الأولى دائما راديو الرابعة في الإمارات من لبنان، لكم كل التحيات تحديدا من كواليس مهرجانات بيت الدين في لبنان، هذا المهرجان العريق الذي يقام في كل سنة ويحيو طبعا نجوم العالم العربي والعالم. اليوم معنا الفنان اللي حقيقة تقديمه صعب جدا، يعني ما بعرف شو بدي أقول، كاظم بيكفي، فخامة الاسم تكفي مثل ما بيقولوا، لأنه تخطى كل الألقاب، تخطى كل يعني الأوصاف، تخطى كل المقدمات، فأي مقدمة في وجوده تبدو ضئيلة وخجولة. كرمال هيك ما رح نطول بالمقدمات، أنا في لكم على صعيد شخصي وبعدني قلت له هلأ هيدا شيء، هيدا حلم طفولة عم يتحقق هلأ اليوم. أهلا وسهلا فيك أبو وسام القيصر، بكل بساطة القيصر كاظم الساهر، منور هوا راديو الرابعة ومنور لبنان كمان. الله يسلمكم، أهلا وسهلا بكم. ألا فيك. اللي بدنا نقوله أنه تقريبا لقائك السنوي مع جمهور بيت الدين يتجدد تقريبا في كل عام، وأنا بعرف أنه هذا المسرح له معزة خاصة بقلبك. ما الذي يعني لك بعد أن تغني على مسرح بيت الدين حتى اليوم؟ يعني أنا حكيتها بكل لقاءاتي أنه أنا كنت من الفنانين المحظوظين أنه أن أكون على هذا المسرح كل سنة، صارنا سنوات طويلة لحد الآن، كل سنة تقريبا نعمل ليلتين، وهذا شيء بالنسبة لي اعتز به جدا، لأن هي من أجمل ليالي عمري أعتبرها أنا بصراحة. وأنا كل ما أسأل مدير أعمالي أستاذ الرام أقول له مصورة، أقول لا شوي أحزن بعض الشيء، لأن حقيقة أحب هاي الحفلات تتأرشف. وبعدين الحمد لله أنه تصور من قبل المهرجان، تنظيم رائع طبعا هنا على المسرح، تنظيم راقي جدا. ما أذكر طلعت على المسرح وأنا مثلا سترس كثير او شيء، لا يعني هنا دائما يخلوك مرتاح لحد ما تخرج على المسرح وانت مبسوط، ترتاح مع هذا الجمهور المتواجد كثير، الجمهور يستقبلك بطريقه اخرى. يعني حقيقه ليالي عرس انا اسميها. يعني هذا المسرح تعود عليك وتعودت عليه، وفعلا اطلالاتك على هذا المسرح دائما مميزه. صحيح. انت الذي غنيت على اهم مسارح العالم، مش بس العالم. صحيح. العربي. بدي احكي شوي عن البومك الاخير، البوم كتاب الحب. يعني هذا الالبوم اللي انا بعتقد انه مش مجرد البوم، هو تجربه شعريه وموسيقيه حقيقيه، يعني تجربه خوض في الموسيقى والشعر. يعني روائع. يعني أنا كنت زمان كنت عامل ألبوم حبيبتي ومطر من زمان. صحيح. كانت كله قصائد، يمكن أغنيتين فيه بسيطة، وهذه السنة اللي مضت خليني أعمل تجربة أخرى بس مختلفة، يعني مختلفة جدا بطريقة الألحان وحتى التوزيع. وكنت كثير فرحان أنه من أول خطوة نخطيها داخل الاستوديو أنا وأعمل الموسيقى وأجهزها وأعطيها الموزع المبدع ميشيل الفاضل. فأعتقد كانت تجربة حلوة وراقية، وبنفس الوقت الجمهور كان سعيد جدا بها. ما رح أخذ مقدة كتير بقى، بس بدي أحكي فعلا عن تجربة ميشيل فاضل معك، يعني يبدو أنه في لقاء قمم موسيقية حقيقة. نعم. هو مبدع وفي تلحين أنت مبدع. نعم. شهدنا اختلاف شديد، يعني عامل مثلا عامل جو كرنفال لو لم تكوني مثلا بمقطع المقاطع، عامل أجواء مختلفة جدا بالتوزيع. هو في الأغاني اللي يوزعها كلها باستثناء لو لم تكوني او شو من صغيره، هاي توزيع هشام الياز. اوف، هذا هو مش ميشيل فاضل، ميشيل عيد العشاق. اي طبعا، بس ايضا حط لمسات على كل البوم هو ميشيل، يعني كل البوم جدا توزيع لو لم تكوني. يعني انا تكوني هشام من زمان تعامل معاه، هل عندك الشاك، احبيني بلا عقد. نعم. يعني موزع متميز. نعم. جدا. نعم. كلمه اخيره منك لكل جماهيرك بالإمارات، جماهير الإمارات العربية المتحدة وجماهير الأولى راديو الرابعة، شو بتحب تقول لهم؟ وهل توعدنا بفيديو كليب جديد مثلا بعد عيد العشاق؟ يعني إن شاء الله إذا قدرت، ودائما أقول لأني أحبكم أغني ولأننا نحبك ننتظرك دائما. شكرا القيصر كاظم الساهر، نورتنا. شكرا. راديو الرابعة، اسمعنا وبس.